الزينين أفراد العائلة الكبيرة والممتدة، نلتقيكم في عدد جديد من مجلة عالم جميل وقلوبنا تمتلئ بحبكم. شهر مايو مليء بالأخبار والمشاهد والأحداث، نشاهد معا داخل هذا العدد. الأولى في السودان أكيد زين، من خلال فقرة عين الكاميرا نطوف بكم سادتي في العديد من المناشط والأحداث التي جمعتنا بكم خلال شهر كامل. كان لابد أن نسعى إلى ترسيخ مبادئ علمية وعملية متعارف عليها في قطاع الاتصالات. حقيقة نحن عندما تصدينا لرعاية هذه الورشة إنما كان قصدنا الأساسي أن نجعل حراك في هذا القطاع، وهذا الحراك نتوقع أن تأتي بعد هذه الورشة عديد من الورش. الكوادر التي أضيفت لمجلس الأمناء كوادر متميزة، ويسير العمل إن شاء الله بانتظام لتحقيق المآرب المقصودة من هذه الجائزة التي أثبتت جدارتها. هنالك طموح كبير بأن تكون الجائزة في دورتها السابعة موسما ذا خصوصية وذا تميز عن الدورات السابقة. نحن سعداء في زين أن كنا شركاء للاتحاد السوداني لألعاب القوى من خلال رعاية هذا الاتحاد ومناشطه المختلفة، ونحسب أن الرعاية قد أثمرت من خلال النتائج الباهرة التي تحققت خلال السنوات الماضية. رمضان كريم وكل عام والناس بخير. زين تواصل التحضيرات لحملة موائد الإفطار في رمضان، رمضان أحلى في السودان. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وضمن حملتها المكثفة لمشروعات المسؤولية المجتمعية في الشهر الكريم، بدأت زين كدأبها في التجهيزات المبكرة لإنجاز ما تم التخطيط له من مشروعات ومبادرات. شركة زين بالتعاون مع منظمة صدقات مشروع رمضان الخير، الجنيه جنيهين والحقيبة حقيبتين. مشروع رمضان الخير هو أحد مشاريع تنمية المجتمع، يعمل قسم المسؤولية الاجتماعية على 4 محاور أساسية: محور الصحة والتعليم والبيئة وتنمية قدرات المجتمع. حرصت زين في خطتها على أن تغطي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مع مراعاة مواقع التجمعات التي تشمل قطاعات الطلاب والمرضى بالمستشفيات وغيرها من المواقع. أكدت زين أن مبادرة رمضان الخير لهذا العام استجابت لعدد مقدر من المبادرات الخيرية، والتي تأتي بالشراكة مع زين في إطار تشجيعها ودعمها لمنظمات المجتمع وهي تقود العمل الخيري. عالم خاص مليء بالفكر والنقاش تحرص زين على رعايته بصورة راتبة، هذه المرة نختصره في مشاهدات من داخل منتدى العلامة عبدالله الطيب ومركز راشد دياب.
نافذة جديدة لقمر أسمر فتحها معهد البروفيسور عبد اللطيب للغات العربية وشركة زين للاتصالات. كان ضيفها الشاعر الشاب محمد عبد الباري، والذي قدم خلال أمسية متميزة تجربة ذاخرة بالقراءة والكتابة، بذل فيها عصارة جهدي لإخراج نماذج متميزة في الشعر الفصيح. وقال عبد الباري إن تجربته الآن تزداد نضوجا بعد أن التقى بجمهور يعشق الشعر والنظم. قلتها في بداية الأمسية وأكررها الآن، كل ما مضى من عمري في كفة وهذه الليلة في كفة وما حدث لي اليوم أظنه سيغير مسيرتي إلى الأبد. سعيد جدا أن أكون بين أهلي وبين إخواني، أشكرهم حاضرا، أشكر لهم هذه الحفاوة بالشعر وبالثقافة. مدير معهد البروفيسور عبد اللطيب للغة العربية الدكتور الصديق عمر الصديق قال إن هذه الليلة استضافت شاعرا مكتمل النضوج والتجربة، وأكد أن مسيرة الشعر الفصيح تمضي بثبات. وتخللت الأمسية الشعرية في حضرة العلامة البروفيسور عبد اللطيب قراءات ونماذج من كتابات الشاعر محمد عبد الباري في مجالات الشعر المختلفة، وعكست عمق تجربته الشعرية وتأثره بعدد كبير من القامات الشعرية في العالم العربي. يا ليتني أخطأت ليلتها، بعض الصواب يعيش في الخطأ. هذا الاحتفاء من معهد البروفيسور عبد اللطيب والشركة السودانية للهاتف السيار زين بميلاد شاعر جديد يؤكد الشراكة المجتمعية لزين في شتى ضروب الحياة وعلو كعبها وقيادتها وريادتها. تحتفل سنوياً بالشهر العالمي للبيئة بإطلاق ورعاية العديد من المبادرات التي تستهدف التوعية بالبيئة والمحافظة عليها. انطلاقاً من رؤية زين الهادفة إلى تطوير المجتمع في كافة مجالاته، وإيماناً منها بأهمية الحفاظ على البيئة وتقليل الضرر الناتج عن العمليات التشغيلية، كان لزين العديد من المبادرات والنشاطات الصديقة للبيئة، مما وضعها في مرتبة متقدمة على غيرها من المؤسسات في المحافظة على البيئة. ترجمت هذه الجهود والمبادرات بشكل واضح على الصعيد العملي، فكان تحويل نظام الشحن لهواتف شبكة زين من البطاقات البلاستيكية إلى الورقية، بالإضافة إلى التغيير والاتجاه إلى نظام الطاقة الشمسية والاهتمام بمكافحة التصحر والجفاف، وذلك بالعمل على غرث 1,000,000 شجرة بكل ولايات السودان. فكان الاحتفال باليوم العالمي بالبيئة الذي شهدته محمية الدندر ترجمة حقيقية لأهداف زين في حماية البيئة، وللصورة والصوت مساحة ترسم روعة المشهد. الزينين فاصل جديد من فقرة عين الكاميرا والعديد من المناشط التي شاركت زين في صناعتها ورعايتها. مرة أخرى مهند غابت من الكرة في كرة ممتازة جدا، إمكانية دائما لعباس لكن مقطوعة جميل جدا لفريق إركسون. إذن مرجاء مقطوعة من فريق إركسون بلياقات البيض. تكون هذه اللحظة من إحراطهم، ولكن المحظوظون هنا الآن هم من يوثقون نفسهم بالجمال. ملتقى للأجيال الجديدة من المعماريين والمعماريات، من أبناء هذا الوطن الذين سيرسمون مستقبل هذا الوطن بإبداعهم وبعلمهم وبفكرهم. شكرا زين على هذه الرعاية الكريمة، وزين عودتنا على رعاية الإبداع في السودان بمختلف ضروبه وأنواعه.
الأطفال لهم عالم خاص بهم، عالم مليء بالبراءة والمودة والصفاء. زين ترعى هذا العالم باعتباره مكون هام لمجتمع الغد. في أمسية خاصة بالطفل والطفولة في السودان، رعت شركة زين للهاتف السيار الاحتفال باليوم العالمي لخطوط مساندة الطفلة، تحقيقا لأهداف زين في مناصرة قضايا الطفولة في السودان ومد يد العون لوحدة حماية الأسرة والطفل في السودان. حقيقة نحن نشكر شركة زين لرعايتها الكاملة لهذا الاحتفال. حقيقة خط مساندة الأطفال هو خط يتلقى المكالمات من الأطفال من الأسر عامة، يقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وحقيقة الخط يعمل 24 ساعة في اليوم، وفيه أخصائيين نفسانيين واجتماعيين. منذ العام 2000 سعت زين على بناء شراكة ذكية مع إدارة حماية الأسرة والطفل، وقامت بإنشاء مكاتب رئيسية في 3 مدن وإنشاء معامل جنائية وتخصيص الخط المجاني 9696 لمساندة ودعم أطفال السودان. الحياة رحلة من التواصل، نعد بالتواصل معكم في مقبل الأيام. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وأطيب التحايا لكم من زين السودان.